عشوه.
ولكن جدك الحسين بقي على روضه كربلاء ثلاث نهار. والله عن غريب الغاضريه وين راحت شيعته، عن غريب الغاضريه وين راحت شيعته، بل جني حضر والله. تسمع الزينب تنخي من يشيل جنازته، جثته ظلت على حظ الصعيد مرض الظلم. إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا أبو الحسن موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: وجدت علم الناس فيه أربع، أولها أن تعرف ربك، والثانية أن تعرف ما أراد بك، والثالثة أن تعرف ما صنع بك، والرابعة أن تعرف ما يخرجك من دينك. لتعجيل فرج المولى صلوات الله عليه أرفع الأصوات بالصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أضل الله لنا ولكم الأجر والثواب بمصابنا بسيدنا ومولانا أبي الحسن موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، ورزقنا وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. الإمام الكاظم عليه السلام كما عانى آباؤه وأبناؤه الكرام صلوات الله عليهم أجمعين، عانى الأمرين من بني العباس، رغم أنه لم يروي لنا التأريخ ولا رواية واحدة تقول أن الإمام عليه السلام ولا سائر الأئمة صلوات الله عليهم كانوا يعدون العدة لاستيلاء على سلطة أو غير ذلك، وأنهم صرفوا أعمارهم المباركة وأيامهم الشريفة لتشييد دين الله ولتعليم الأمة تعليماً لائقاً برسالة النبي صلى الله عليه وآله. وفي المقابل الظلمة والطواغيت يعلمون يقيناً، يعلمون أولاً أنهم غير مستحقين لمقام خلافة النبي، ويعلمون كذلك أن أئمة الحق والهدى هم أهل البيت صلوات الله عليهم، وأن الدولة التي بشر بها المولى تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله هي دولة الغائب القائم من آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولذا جدوا واجتهدوا في القضاء على أئمة أهل البيت عليهم السلام، جاهدوا بالسلاح أم لم يجاهدوا؟
وجود هذه الذوات المقدسة بحد ذاته كان يشكل تهديداً لسائر الظلمة والطواغيت، طالما كان هناك رمز لأهل البيت عليهم السلام. الإمام الكاظم صلوات الله عليه قضى معظم سنين عمره الشريف في كون المظلم، ولكن ما كل إنسان وضع في السجن كان على شاكلة المعصومين صلوات الله عليه. القرآن الكريم عرض لنا صورة من صور سجن المعصومين عليهم السلام عندما تحدث عن يوسف على نبينا وآله وعليه السلام، وهو في سجنه كان يدعو إلى توحيد الله تعالى: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يعني أنهم لا يتخلون عن رسالتهم وعن تأدية واجبات الرسالة حتى وإن كانوا في أصعب الظروف. يوسف عليه السلام لا أقل كان له في سجنه جماعة من الناس يتحدث إليهم، يتحدثون إليه. تاريخ يتحدث عن سجن أبي الحسن عليه السلام، لا سيما السجن الأخير، سجن السندي بن شاهك لعنه الله، حيث وضع الإمام عليه السلام في طامورة مظلمة لا يعرف فيها ليله من نهاره، وكان كلما اقترب من فوهة الطامورة لطمه اللعين على وجهه الشريف إمعانا في التنكيل والأذية لأهل البيت عليهم السلام. لكن تعال، ماذا كان يصنع الإمام الكاظم عليه السلام في سجنه؟ تارة الروايات تقول كان يدعو: اللهم إني كنت قد دعوتك أن تفرغني لعبادتك، اللهم وقد فعلت، إلهي فلك الحمد. يعني فرصة، الإمام يرى هذا السجن فرصة لكي يتفرغ عن كل شاغل سوى التوجه إلى الله تبارك وتعالى. أخرى يتعرضون للإمام عليه السلام، يبعثون إليه من تشغله عن عبادته بزعمهم وتصوراته، فتدخل عليه تخرج بعد مدة من الزمن لا تتحدث إلا سبوح قدوس. جاءوا بها إلى الطاغية: ما الخبر؟ نودّيناس كنت أدين دوراً. قالت: ما رأيته إلا ساجداً مسبحاً. هذه النفحات المقدسة وهذه الأنوار التي يتحلى بها من سددهم الله تعالى تؤثر حتى في من أراد فيهم السوء. ذاك اللعين يتقدم لكي يضرب الحسين بسيفه ويحتز رأسه الشريف، فكان يقول: والله لقد شغلني نور وجهه عن الفكرة في قتله. فتراجع إلى ورائه. تارة الكاظم عليه السلام في سجنه لشدة ما عانى وقاسى في ذلك السجن المظلم كان يستغيث بالله تعالى أن ينقذه من سجن اللعين السندي بن شاهد، فكان يقول: إلهي يا مخلص اللبن من بين فرث ودم خلصني من سجنه، يا مخلص الجنين من بين مشيمة ورحم خلصني من سجن هارون، لما كان يلاقيه الإمام صلوات الله عليه. لكنه ما تخلى. بقاء الإمام في سجنه المفروض أن نتعلم منه درسا، وشيعته يظن البعض أنهم كانوا منقطعين عن إمامهم صلوات الله عليه، ولكن خيار وخلة
خلص شيعته عندما كان يأتي لزيارة الإمام عليه السلام يأخذ من علومه وإرشاداته وتعليماته علما لشيعته، فما توقف تعليمه لشيعته أبدا ولا الاهتمام بهم وبشؤونهم رغم أنه في أحلك الظروف. ولذلك عندما نقف على قول من أقوال أئمتنا صلوات الله عليهم ولا بد وأن نقف عند مسألة مهمة، وهي أن المعصومين عليهم السلام عدل القرآن الكريم لقول النبي صلى الله عليه وآله إني تارك أو مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هذا التصريح يصرح به أمير المؤمنين صلوات الله عليه يوم صفين في التحكيم يقول أتحاجونني بالقرآن الصامت وأنا القرآن الناطق، أنا الذي أفسر الكتاب، أنا الذي أعلم تأويل كتاب الله تعالى. بل يقف الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام وقد حاججه البعض غيركم عندهم علم يفتون الناس بما عندهم من علم. الإمام صلوات الله عليه يقول فليشرقوا وليغربوا فوالله لا يجدوا علما إلا عند أهل بيت نزل عندهم جبرائيل عليه السلام، لا يجدوا علما صافيا علما أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فأقوال المعصومين عليهم السلام لا تعامل معاملة أقوال غيرهم، قول غير المعصوم يحتمل الصح والخطأ، قول غير المعصوم يخضع للمصلحة الشخصية، قول غير المعصوم قد يخضع للمجاملة، قول غير المعصوم قد يكون متأثرا بالسمعة والجاه والمنصب وما شاكل. أما قول المعصوم صلوات الله عليه الحق فيكم ومنكم وإليكم، تقف على أمير المؤمنين عليه السلام مسلما تقول السلام عليك يا ميزان الأعمال، بك توزن الأعمال يا أبا الحسن، ومن كان هو ميزان الأعمال أقواله لا تخضع لا لمجاملة ولا لنزوات شخصية ولا لأهواء من هذا القبيل، إنما ينبغي أن تعامل معاملة الكتاب العزيز. لذلك ترى إجماع المسلمين على الاهتمام بالسنة المطهرة على صاحبها وآله آلاف التحية والثناء. ليش مهتم؟ اللهم صل على محمد. السبب في ذلك قالوا أننا لا سبيل لفهم كتاب الله تعالى إلا بالرجوع إلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله، وما نعتقده في دخول سنة المعصومين عليهم السلام إنما من باب أنها حاكية عن سنة النبي صلى الله عليه وآله، وهو الذي يقول أهل بيتي لحمهم لحمي ودمهم دمي، رزقوا فهمي وعلمي كما يصدر عن علي يقينا يصدر عن رسول الله، وما يصدر عن أبي الحسن الكاظم يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ذاك الذي يدخل إلى الإمام الصادق عليه السلام معزيا بشهادة ورحيل أبيه الباقر سلام الله عليه، ويبدو من الخبر أن ذلك الرجل لم يكن من شيعته، فكان يعزي بكلام فيه شيء من الشماتة ولكنه مطعم، فكان يقول عظم الله لك الأجر يا ابن رسول الله، لقد فقدنا اليوم رجلا كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أقول ما بينه وبين جده صلى الله عليه وآله، إيش قد فترة زمنية؟
الباقر عليه السلام ولادته في أول رجب سنة 57 هجري، والنبي صلى الله عليه وآله رحل عن الدنيا بما يقرب من 50 عاما. فشلون يقول قال رسول الله، يعني يقول ما قال الواسطة، من نقل له، من أبلغه عن رسول الله؟ ها؟ قد فقدنا رجلا كان يقول قال رسول الله. الإمام الصادق عليه السلام وهو العالم والمطلع بضمائر الخالق قال له وأنا أقول قال الله تعالى. إذا أنت مستكثر علينا أن الإمام عليه السلام الباقر كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله، فأنا الإمام الصادق أقول قال الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. فنقف بهذه العجالة على قول الإمام عليه السلام تبركا عندما يقول وجدت علم الناس في أربع، يعني أربعة من الخصال إذا اشتمل عليها مؤمن من المؤمنين عد بحق عالم من العلماء. ما هي هذه الأربعة؟ الأولى قال أن تعرف ربك. الإمام عليه الصلاة والسلام جعل معرفة الله تبارك وتعالى أساً وأصلاً وأساساً لسائر المعارف، وسائر المعارف ما هي إلا ثمرات وآثار لمعرفة الله عز وجل. اليوم من يتهمنا مثلاً بأننا مشركون كونك تتوسل بأهل البيت، كونك تزور قبور أهل البيت، كونك تستشفع مثلاً أو تستغيث بهم صلوات الله عليهم، زين، هذه شبهة الشرك تحوم حول الشيعة، والحال أن قادة وسادة التوحيد هم أهل البيت صلوات الله عليهم، وكان دأبهم أن يؤدبوا ويعلموا شيعتهم عن أن يكونوا موحدين وأن يدرسوا ويتعلموا التوحيد. مو القضية قضية تقليد، أقلد ما وجدت عليه آبائي وأجدادي. الإمام عليه السلام يقول أولها أن تعرف ربك، ومعرفة الله عز وجل وتوحيده في تأكيدات الإمام الصادق عليه السلام كما في الرواية التي تقول دخل عليه رجل مسلما سلام عليك ابن رسول الله، قال وعليك السلام، من الرجل؟ قال أنا من شيعتكم يا ابن رسول الله. قال عليه السلام إن شيعتنا على أنماط ثلاث. شيعتنا ثلاث أقسام. النمط الأول من كان يحبنا في العلانية ويحبنا في السر، ذولا أعلى طبقة. النمط الأوسط من كان يحبنا في السر ولا يحبنا في العلانية. السأفرض لخوف، لاضطرار، لتقية، لغير ذلك، زين، ذولا الطبقة الوسطى. ونمط ذلك الطبقة الثالثة، أولئك الذين يحبوننا في العلانية دون السر، في ضمائرهم ماكو حب لأهل البيت، لكن في العلانية يزعمون أنهم يحبون أهل البيت. دول على أي حال هم يحملون على ظاهرهم. دول النمط الثالث، من أي الأنماط أنت؟ قال يا ابن رسول الله أنا ممن يحبكم في السر والعلانية، يعني من أي طبقة؟ من الطبقة الأولى أعلى الطبقات. قال يا هذا إن لأهل هذه الطبقة علامات يعرفون بها، هي مو تصنيفات بسرعة لهم علامات. قال ما هي هذه العلامات يا ابن رسول الله؟ قال أولها أنهم عرفوا التوحيد حق معرفته وأحكموا علم توحيده، والإيمان بعد ذلك بما هو وما صفته، يعني وين يتفكرون في صفات الله عز وجل،
ثم علموا الإيمان وحدوده وحقائقه وتفسيره وتأويله وشروطه. ذول شيعتنا. الإمام عليه السلام يريد يقول أن هذه المعارف اللي تريد مثلاً تتمسك بنبي، تتمسك برسالة، عندك أخلاق ربانية، تتمسك بإمام، لا يصلح منك سائر العقائد وسائر المعارف إلا بمعرفة المولى عز وجل. هذه التي يندب إليها أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. الغرض، أهل البيت صلوات الله عليهم أرادوا أن نكون مؤمنين متعلمين، لأنهم عندما قسموا الناس إلى أقسام، أمير المؤمنين عليه السلام قال الناس ثلاثة أصناف: إما عالم رباني، وإما متعلم على سبيل نجاة، وإما الإمام الصادق عليه السلام عندما يخاطب شيعته يقول لأحدهم اغد عالما أو متعلما ولا تكن الثالث، من باب الاحترام لشيعته والإجلال لشيعته، اغد عالما أو متعلما ولا تكن الثالث. كيف تتحقق معرفة الله عز وجل؟ معرفة الله تبارك وتعالى لا ينبغي للمؤمن أن يكتفي هكذا بما عنده من معرفة سطحية، المفروض يستدل على عقيدته بالأدلة اليقينية التي تجعل من عقيدته عقيدة راسخة، ما تزلزلها لا شبهات ولا حضور وساوس الشيطان ولا غير ذلك. ليش عندنا من المستحبات أن يقرأ الإنسان ولو مرة واحدة في عمره دعاء العديلة؟ يقول لأن حالة الاحتضار تمثل أضعف حالة يمر بها الإنسان المحتضر، عند ذاك يحضر عنده الشيطان لعنه، فيحاول أن يزله عن عقيدة الحق والهدى، فتقرأ دعاء العديل حتى المولى عز وجل يعينك تلك اللحظات على أن تكون مؤمنا متمسكا. هذا كل واحد مع عدو قابليته. ولذلك ورد: من عرف نفسه فقد عرف. كيف تعرف نفسك؟ إذا كانت النفس كما يقول البعض هي الروح، القرآن الكريم يصرح: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بل على الإنسان أن يجتهد اجتهادا في معرفة نفسه حتى يصل. ومرة أهل البيت سلام الله عليهم علمونا طريقا إلى معرفة الله عز وجل كما في الدعاء الشريف: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. يعني معرفة الإمام المعصوم المفترض الطاعة المنصوب من قبله تعالى تعادل كامل الدين. ولذلك ورد عند المسلمين جميعا: من مات وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية. ليس المراد من الإمام من نصب نفسه حاكما على المسلمين، الإمام المراد به إمام الحق الذي نصبه الله تعالى، لأن الأئمة في كتاب الله عز وجل على قسمين: أئمة حق وهدى، وجعلناهم أو وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمره.
ومنهم أئمة يهدون إلى الكوفر، لو هذا لو هذا. فعلى الإنسان أن يستدل على عقيدته استدلالات علمية حتى تكون عقيدته عقيدة راسخة. لذلك من جملة أنواع الاستدلال التي يعرضها العلماء طلبة العلم يتحدثون مثلاً عن الانتقام بالاستدلال على وجوده تعالى، ينتقلون من الأثر إلى المؤثر. السمرة مثلاً بدليل يعبرون عنه بدليل النظام، عندما ينظر الإنسان في آيات الكون وهذا الكون مصنوع، هذا الكون حادث ولكل حادث محدث، هذا الكون مصنوع مخلوق ولكل مصنوع صانع ولكل مخلوق خالق، هذا بطريقة استدلالية. لا أن يكتفي الإنسان بعقيدة سطحية، هذا يستلزم أن تعقد دروس ويكون هناك تعاون وتكاتف بين المؤمنين، تعقد دروس علمية عقائدية لكي تترسخ وتتحصن عقائد المؤمنين، حتى لا يأتي زمان نكون فيه والعياذ بالله مصداقا لقول الباقر عليه السلام: وأيم الله لتدعون إلى نصرتنا فلا تستجيب. نصيح وين شيعتنا؟ وين أنصارنا؟ وين محبينا؟ ما حد يستجيب. لماذا؟ قال عليه السلام: تقولون إنما نتقي، تقي عدنا، وتكون التقية يومئذ أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم، أو قال آبائكم وأبنائكم. فإذا قام قائمنا ما احتاج إلى مساءلتكم ولا ضرب أعناق المنافقين بالسيف. الإنسان لا تظهر عقيدته الحق إلا عند اصطكاك الأسنة، لما يعرض عليه الابتلاء العملي هنا تنعرف هذا صاحب عقيدة ولا مو صاحب عقيدة. عند عقيدة ممكن يتمسك أو لا، يصير مثل زهير بن القين عندما كان يقول: والله يا ابن رسول الله لو أنهم قتلوني أحرقوني ذروني. زين، يصنعون بذلك 70 مرة على أن أتركك أبا عبد الله ما تركت. يصير مثل مسلم ابن عوسجة يكون عنده هذه العقيدة بالحسين عليه السلام، يصير عنده مثل عقيدة جون مولى أبي ذر: سيدي أنا في الرخاء ألحس قصاعكم وفي الشدة أفارقكم. لا والله لا يكون ذلك حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم أهل البيت. يصير مثل عقيدة عمرو بن جناد الأنصاري اللي ما كان يرتجز لا بأب ولا بعشيره، وإنما ارتجز بسيده وأميره: أميري حسين ونعم الأمير. يصير مثل عقيدة عابس بن أبي شبيب الشاكري: حب الحسين أجنني. هذا ما كانت عن فراغ، هؤلاء لم يصلوا إلى هذه المقامات هكذا بالصدفة، إنما بذلوا على أنفسهم وزكوا أنفسهم تزكية بلغت بهم هذا المقام. رفقة الحسين عليه السلام لا ينالها إلا ذو حظ عظيم. الإمام الكاظم صلوات الله عليه في مثل هذا اليوم، علي بن سويد يقول: دخلت على الإمام عليه السلام وجدته يجود بنفسه، قلت: يا ابن رسول الله ضاقت صدورنا، متى الفرج يا أبا الحسن؟ قال لي: يا ابن سويد أخبر شيعتنا أن الفرج بعد 3 أيام. قلت: أين يا ابن رسول الله؟ قال: على رأس الجسر ببغداد. زل الإمام عليه السلام تناول السم، روحي له الفدا، وجعل يكابد حرارة السم 3 أيام. ما عند أحد من أهل بيته، لا واحد من أولاده من عياله، لا من مواليه من يرعى شؤونه،
يتقلب على فراش المني. شلون فراش في تلك الطامورة؟ روحي لك الفدا حتى إذا حضرت وفاته ودنت منيته عرق جبينه وسكن أنينه ثم مد يديه أسبل رجليه وفاضت روحه الطاهرة. ألا من مناد ويا إماما أيها سيدا ومظلوما. والله عقب ذيج الرزايا وذيج الهموم تالي رحلت والجبد مسموم. عيد أصبح لعد هارون اليوم ولو على هواشم أصبح ظلم. يا هاشم لا حل بعيونكم نام يحق لعتب عليكم واكثر اللام. من بغداد ما وافتكم علوم تخبركم الكاظم مات مسموم. والله الناعي صيح والله بقلب مالوم يقول كل هذا ونقول تخف الهموم. وش عند الناعي؟ ها اكو مصيبة افجع من هاي المصيبة. كل هاي ونقول تخف الهموم لجن ما مات ومن الماي محروم. ولا داست على جثة القام ولا بعد انسبت زينب وجلثوم. زينب عليها السلام يسمعون ويغضون اخوتي. تمنيت قبل حسين موتي ولا اشوف العدة تنهب بيوتي. لكن لا مجيب لها عليها السلام الا الاعداء يجيبونها. يقلها يا مخدرات بيت الامام سهم المثلث ما ترك بحسين قوة. وراح الكفيل الجايان زينب ترتجين واللي يرد الخيل عن جداسة الخيل يضل عالثرى لابد يا زينب تركبين وق المهازين والمجلس بالشايا لازم تدخلين. يا الله إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه وبحق باب الحوائج راهب آل محمد صلاة الله عليه وعليهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من خلصائه وأعوانه ومقوية سلطانه. اللهم انصر به الإسلام والمسلمين اخذل به الكفر والمنافقين رد به عن جميع المؤمنين والمؤمنات وادفع به عنهم
سيما إخوتنا المستضعفين في البحرين والسعودية والعراق وسوريا فلسطين ولبنان باكستان سائر بلاد المسلمين. اللهم أيد شيعة أمير المؤمنين في كل مكان. اللهم رد كيد النواصب والإرهابيين إلى نحورهم. لشفاء المرضى جميعا نتوجه بتلاوة الآية المباركة وقضاء الحوائج وكشف الغموم وتفريج الهموم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. من على جميع المرضى بالشفاء والعافية سيما المرضى المنظورين. اللهم شافهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك. تغمد موتانا بوافر رحمتك موت المؤمنين والمؤمنات العلماء والشهداء والسادات خدمة الحسين عليه السلام جميعا من رحل من أهل هذا الجمع سيما أموات المؤسسين والبادلين على الخصوص يا روح الوالد العزيز الراحل الحاج أبي صباح أخينا المكرم الحاج أبي علي الشمري سائر أمواتكم رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلاة.